طفة الاغتسال، كيفية الاغتسال. دوادو غسل قزر بشتانر. الاغتسال على صفتين. أب صفة طوي أش طوغ أكواش. صفة كاملة مستحبة باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. بيغمبارم صلى الله عليه وسلم قزريشتو شتار غسلر. نعم، أولا لابد أن يغسل الفرجين القبل والدبر. يا براو يتحجنر يعوراتر يبهمجي يبهمجي. ينوي بقلبه. نيتر قشتانر. يسمي يقول بسم الله. أبي وجه بسم الله جئنر. يغسل الكفين. يأخر يتحجنر. يتمضمض يستنشق يستنثر. أنديزم هدو يجمرا يبمرج دي غجحنر. يغسل الوجه. ينابر يتحجنر. يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع المرفقين. يجمرا أبي وجه يأسما قمرا يتحجنر. يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. أبي وجه يشحر يتحجنر شحاتمخ أبحو يتحكم خميثة جحو. ثم يغسل الشق النصف الأيمن كاملا. أبي وجه يأبشبقر يثنق ويجري يتحجنر. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا النصف. أبي وجه سمقر يتحجنر. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. أبي وجه ساقوا يجري تحججنر. أبي وجه ساقوا سماقوري تحججنر. يخرج بهذا يصلي. أبي وجه أنديز يمشتو أبي جاز وجعو نمز يجخنوش. الصفة الثانية للاغتسال صفة سهلة ميسرة. يطوانو قاقور أرنختنش. ينوي بقلبه. نيتري يقوم ريحها. يسمي يقول بسم الله. بسم الله جئة. ثم يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. أبي وجه أبشب قرب سورية حجر. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يجمرة يبمرج دي غجحر. يخرج بهذا وصلي، لا يحتاج يتوضأ. أبجي أنديز يمشتو نماز يجمخو.